المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم عن إنشاء أول مصنع للطائرات في المملكة. أحمد العبد الكريم والتفاصيل. تم صباح هذا اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران، وذلك لتطوير وتصنيع الطائرات في المملكة بكوادر وطنية. لا شك أن هذه فرصة للمملكة أن تدخل مع جهة عالمية على استعداد تام لنقل التقنية، وأن تكون يعني إن شاء الله بداية لصناعة الطائرات في المملكة بشكل مبني على أسس تجارية، وأن يكون مع جهة مستعدة للتعاون بشكل كبير في نقل المعرفة إلى المملكة. وسيتم تصنيع هذه الطائرات في مدينة الطائف بالقرب من موقع المطار الجديد هناك، وتأتي هذه الطائرات بعدة أحجام ولها استخدامات عديدة مختلفة. تم اختيار الطائرة هذه بعناية قبل اتخاذ القرار على أساس أنه كيفية تطويرها وإنتاجها في المملكة العربية السعودية، وتم اختيارها بعناية لأنها طائرة متعددة الأغراض وممكن أن تقوم بأغراض مدنية وأغراض عسكرية، وهي لها عدة استخدامات، يعني استخدامات نقل حمولات، نقل أفراد، وتستخدم للتصوير الجوي والاستطلاع الإلكتروني الجوي والاستطلاع البحري، وكذلك الاستخدامات لإطفاء الحرائق. وهي طائرة واستخداماتها المدنية ممكن تستخدم لنقل الركاب. بعد سنة ونصف من الآن سنشاهد أول طائرة من صناعة سعودية. لبرنامج أخبار المملكة، أحمد العبد الكريم، الرياض.